ومشاهدينا راح نروح إلى أربيل ونشوف سماح اللي شاركت برنامج دجلتكم، حكت بيه عن نفسها شوية وعن موهبتها. طبعا سماح خريجة قانون لكن ورثت موهبتها اللي هي الرسم من والدتها، فخلونا نتابع. مرحبا، اسمي سماح ناجي، خرجت بكالوريوس قانون. هوايتي طبعا مثل ما تشوفون الرسم، هوايتي طبعا مكتسبة من والدتي، وأني أمارس الرسم منذ الصغر. طبعاً أنا هذا البوكس مخصصة للدفاتر الرسم والأقلام الرصاص والفحم، فمثلاً بوقت فراغي أرسم رسمات سريعة، همي أتطور من رسمي وأيضاً تخلي إيدي يعني مرنة. وأنصح كل رسام يكون عنده دفتر صغير وين ما يروح حتى يقدر ياخذه بوقت فراغه. طبعاً أنا بهذه اللوحة استخدمت ألوان الأكريليك. أنا معتادة إنه أرسم بألوان الزيتية، يعني ما أرسم بالألوان الأكريليك، لأنه شوية بالألوان الأكريليك بالدمج تكون صعبة، لكن ألوان الزيتية أصلاً يعني أول ما بديت إنه ألوان زيتية فمعتادة عليها من سنوات، لكن الأكريليك يعني تقريباً قبل سنة يعني بهذا الوقت إنه أنا بديت أستخدم ألوان الأكريليك. لكن بعدين تطورتها ومشاهدة الفيديوهات عن طريق اليوتيوب، أيضا أسأل أرسم، أسأل الفنان رسامين، أسأل إنه هذه إيش تحتاج، شنو تحتاج، شنو أضيف لها، فهاي كلتها طورت من مهارتي للرسم. وحبيت إنه أشارك هذا الفيديو لبرنامج دجلتكم.